انتقل الأستاذ منير بشاي والمحور الرئيسي على دور المسيحي في مقاومة الاضطهاد، وانت لك بحث على الاضطهاد نقبله ام نقاومه. ادينا فكرة على ازاي المسيحي يقاوم الاضطهاد، وايه هي الادلة الكتابية على دور المسيحي والتي تدعم ان المسيحي يناضل من اجل حقوقه. المسيحي مش بس من حقه انه يقاوم الاضطهاد، ده من واجبه انه يقاوم الاضطهاد. واللي بيحاول انه هو يظل في مكانه ويبرر الاضطهاد باي مفهوم روحي، هذا الانسان هو عرضة لمفاهيم خاطئة سيطرت على اذهاننا منذ عهد بعيد ويجب اننا نتخلص منها. في درجات من مقاومة الاضطهاد، هبتدي بالدرجات من الأسهل للأصعب. أول درجة من مقاومة الاضطهاد هي الهروب من الاضطهاد. وأنا لما بتكلم عن الهروب، ما يعني أرجو إن الناس ما تفهمش إن الهروب ده نوع من الجبن، لكن العكس، الهروب ده نوع من التكتيك المطلوب مننا إننا ما نعرضش نفسنا للخطر، ولكن نحاول إننا نتفادى الاضطهاد ونلتف حواليه لكي يعني نقوم بدورنا اللي مفروض اننا نقومه لمساعدة اخوتنا ونحن بعيد عن الخطر. فالهروب من الاضطهاد ده في امثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس، فممكن اننا نذكر بعدها. يعني المسيح مثلا كطفل لما ساب من ارض مصر، لما جاء الملاك وقال ليوسف النجار خد الطفل واهرب الى ارض مصر، ده نوع كان من الهرب. نعم. للابتعاد عن مكان الاضطهاد. النوع الثاني او الحاله الثانيه اللي هي المؤمنين في الكنيسه الاولى. المؤمنين في الكنيسه الاولى بعد الاضطهاد اللي تشتتوا، اللي حصل لهم ان هم تشتتوا من أورشليم للبلاد المحيطة، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كورة اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. هنا نلاحظ ان الرسل ما سابوش القيادة، ظلوا في أورشليم مع وجود الاضطهاد. فيجب ان يكون في قيادة تضحي، لكن يجب انها تكون موجوده لكي ما تشرف على العمل وتقود العمل، وده الدور بتاع الرسل. لكن المؤمنين كلهم اللي كانوا يعني يخشوا الاضطهاد، كان من حقهم ان هم يروحوا للبلاد المحيطه، وهناك لما يعني وصلوا للبلاد المحيطه ما قالوش خلاص الحمد لله احنا نجينا، قلينا ايه نحط ايدنا في الميه البارده ونقعد ساكتين، لا، استمروا مبشرين بالكلمه وقادوا البلاد المحيطة كلها للمسيح. مش بس كده، لكن كان ليهم دور اجتماعي خيري بالنسبة للكنيسة الأولى، لأن لما حصل الضيق الاجتماعي وحصل نوع من المجاعة، كانوا دول الـ يعني أعطوا من أموالهم لكي ينقذوا المسيحيين الموجودين في أورشليم من هذه المجال. يعني الاضطهاد مش قدر لا فكاك منه للمسيحي، مش مكتوب عليه انه لازم يضطهد يعني. لا اطلاقا طبعا، اذا كان المسيحي عنده المقدره ان هو يهرب من الاضطهاد، ما هياش شجاعه ابدا ان انا اظل في مكاني وان انا يعني يؤذى بي او اضطهد واعاني وتعاني اسرتي واولادي، ما هياش يعني بطولة، ما هياش أي نوع من البطولة. البطولة هي إن أنا يعني أتمسك بالمسيح وأعلنه وأستمر أبشر به. طب وهل السعي نحو الاضطهاد، الناس اللي بتسعى نحو الاضطهاد، ده هل له مبرر كتابي؟ الناس اللي بتسعى بنفسها ناحية الاضطهاد، ده نوع من السادية يعني أو الماسوكية، يعني ماسوكيزم، يعني نوع من يعني إن السعي وراء الألم أو التلذذ بالألم، ودي ليها تفسيرها في علم النفس، تفسير غير صحي، تفسير نوع يعني من السلوك المرضي،
ان نعم. الانسان يعتقد ان كل ما انا اتعذبت كل انا ما اتألمت ربنا هيكافيني اكتر، وان انا عرضي ضميري وان انا عرضي ربنا. ربنا يعني ما مش محتاج لتعذيبي او لهنتي يعني نعم. في الخاطر يرضى عني. نعم.